Today we will talk about lesson 2 in unit 3 في grade 5. الليسن بتاعنا النهاردة هو ال environmental balance. ايه هو ال environmental balance؟ قبل ما نعرفه عايزين نعرف معلومتين كده. قال لي الناتشرال اريا، اي ناتشرال اريا حواليا فيها ايه؟ قال لي ذات كونتينز ليفنج اورجانيزم. يعني ايه ليفنج اورجانيزم؟ يعني اورجانيزم زي الهيومن، زي الانيمالز كلها اللي احنا عارفينها، زي البلانتس، انيمال زي مثلا عندي الشيب، زي الدير، زي الفيش، كل دي ليفنج ايه؟ اورجانيزم. قال لي ليفنج اورجانيزم اللي هو بيحصل لها جروينج، صح؟ طيب الجرين بلانت دي مش بيحصل لها جروينج؟ قال لي اه، وبتحتاج فود زينا عشان يحصل لها جروينج وتقدر وي كان ليف؟ قال لي اه، يبقى دي ليفنج اورجانيزم. الفيش نفس الكلام، بتحتاج لي فود عشان يحصل لها جروينج وعشان كان وي ليف ويحصل لها بتعمل ريسبيريشن، كل الهيومن وكل الانيمالز حتى الجرين بلانتس، يبقى دي كلها ايه؟ ليفنج اورجانيزم. طيب قال لي في كمان حاجه اسمها نون ليفنج ثينجز، بنقول عليها نون ليفنج ثينجز مش نون ليفنج اورجانيزم. اسمها ايه؟ نون ليفنج ثينجز. نون ليفنج ثينجز يعني ما بيحصلهاش جروينج. قال لي عندي مثلا زي الاير وزي السويل زي الووتر، هل لو عندي شويه ووتر لو سبتهم شويه هيحصل لهم جروينج؟ الاقيهم كبروا؟ طبعا لا. هل الووتر بتحتاج مثلا لنيوتريشن؟ قال لي لا، بتحتاج ريسبيريشن، ما بتعملش الحاجات دي كلها. يبقى اسمها ايه؟ نون ليفنج ايه؟ ثينجز. يبقى اني ناتشرال اريا بلاقي فيها ليفنج اورجانيزم زي الانيمال، زي الهيومن، زي البلانتس، زي الفيش، زي الدير، زي كل الانيمالز. قال لي كمان بلاقي نون ليفنج ثينجز زي الاير، زي السويل، زي الووتر، كل دوت بلاقيه في الناتشرال اريا، اذا بسميها ايكو سيستم. يبقى ايه هي الايكو سيستم؟ قال لي الايكو سيستم it is any natural area. يبقى الايكو سيستم هي اي natural area including living organism، اي natural area فيها living organism، فيها non-living things، فيها الاثنين، يبقى اذا دي natural area. يبقى يجي لي what is the mean by of ecosystem، اقول له any natural area including living organism and non-living things، يبقى دي ايكو سيستم. يبقى الايكو سيستم هو اي natural area فيها living organism و non-living things. ممكن يجي لي يقول لي what is the mean to buy of any natural area including living organism and non-living things، يبقى دي مين؟ الايكوسيستم. ممكن يجي لي complete يقول لي ecosystem in any natural area including space and space or living organism and non-living things. طيب قال لي هنا عايز اعرف الايكوسيستم حصل عملت له classification او classified according to حسب السايز بتاعه. يعني لقيت مثلا انه في ecosystem في natural area مثلا قد ايه فيها، يعني قد ايه كده حجمها؟ قال لي لقيت في small. ازاي؟ قال لي في ايكو سيستم بيكون السايز بتاعه صغير بس في ليفنج اورجانيزم وفي نون ليفنج اورجانيزم، اذا هو ايكو سيستم. قال لي زي ايه؟ قال لي زي الووتر بوند. قال لي الووتر بوند دي ايكو سيستم. قال لي اه، رغم ان البوند صغيره جدا لكن مش فيها ليفنج اورجانيزم زي الفيش، هلاقي فيها مثلا عليها الجي، هلاقي عليها برضو جرين بلانتس، وفي ال 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 الفيش مثلا هنا بتاخد الفود بتاعها من الووتر بوند. طيب اذا خلاص كل هنا الاورجانيزم متعايشه في الووتر بوند وفيها ليفنج اورجانيزم وفيها نون ليفنج ثينجز. فيها نون ليفنج ثينجز زي الووتر، وفيها هنا عندها مثلا روك، وفيها سويل، يبقى فيها نون ليفنج ثينجز وفيها ليفنج اورجانيزم زي الفيش وزي الالجي وزي البلانتس، ودي كلها خلاص متعايشه والفود بتاعها متوفر هنا، اذا دي بسميها ايه؟ ايكو سيستم. يبقى البوند هي اكزامبل على السمول يبقى انا عندي اول اكزامبل على السمول ايكو سيستم هي الووتر بوند. طيب ايه كمان؟ قال لي في بقى ايكو سيستم في ليفنج اورجانيزم والنون ليفنج ثينجز، ولكن السايز بتاعه بيكون لارج. زي مين؟ قال لي زي الفورست. هنا الفورست لقيت فيها الجرين بلانتس اللي هي الليفنج اورجانيزم، وفيها انيمالز كتيره جدا، وفيها كمان النون ليفنج ثينجز زي الووتر، وفيها الاير طبعا، وفيها السويل، يبقى فيها الليفنج اورجانيزم وفيها النون ليفنج ثينجز، والليفنج اورجانيزم موجود فيها الفود بتاعها، وكل الانيمالز هنا متعايشه عادي والفود بتاعها موجود، اذا الفورست هي ايكو سيستم. ولكن السايز بتاعه قد ايه؟ قال لي لارج ايكو سيستم. يبقى الاكزامبل على اللارج ايكو سيستم عندي مين؟ الفورست. ايه كمان؟ قال لي عندي الديزرت. هنا قال لي الديزرت اكزامبل على الايكو سيستم ولكن اللارج ايكو سيستم. قال لي ليه؟ قال لي هنا الديزرت بلاقي فيها ايه؟ قال لي بلاقي فيها البلانتس، جرين بلانتس اللي هي الليفنج اورجانيزم، بلاقي فيها مثلا الولف، بلاقي مثلا هنا السنيك، بلاقي فيها بعض البيردز، يبقى فيها الليفنج اورجانيزم، وفيها كمان النون ليفنج ثينجز، في هنا مثلا السويل، هنا بلاقي الساند، بلاقي الاير،
ممكن الاقي في مكان فيه شويه ووتر. طيب اذا الحاجات دي كلها موجوده في الديزرت، يبقى اذا الديزرت دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايكو سيستم، ولكن اللارج السايز بتاعه ايه؟ برضو دي برضو الديزرت، بلاقي فيها برضو انيمالز، هي دي ليفنج اورجانيزم، بلاقي فيها نون ليفنج ثينجز، والحاجات دي كلها الانيمالز هنا لاقيه الفود بتاعها وبتاخد الفود بتاعها من هنا، يبقى اذا الجزئيه ديت فعلا ايكو سيستم، الديزرت ايكو سيستم ولكن اللارج. قال لي كمان عندي الاوشن، الاوشن من الاكزامبل على الايكو سيستم. هنا عندي مثلا في الاوشن مش في ليفنج اورجانيزم ونون ليفنج ثينجز؟ قال لي اه، هلاقي الووتر دي نون ليفنج ثينجز، هلاقي السويل موجوده، يبقى في موجود حاجات نون ليفنج ثينجز، في ليفنج اورجانيزم زي الفيش وزي الشارك وزي الالجي وزي الحاجات دي كلها موجوده في الاوشن، يبقى اذا الاوشن ده يعتبر ايه؟ ايكو سيستم، ولكن السايز بتاعه ايه؟ لارج، لان الليفنج اورجانيزم اللي فيه لاقيه الفود بتاعها وعايشه هنا متعايشه جدا عادي، موجود الليفنج اورجانيزم والنون ليفنج ثينجز كله موجود هنا، اذا دوت اكزامبل على الايكو سيستم. طيب قال لي كمان الايكو سيستم ممكن يكون فيري لارج زي اليونيفيرس اللي احنا عايشين فيه ده كله، الايرث والسان وكل الاذر الاذر بلانت، كل الايرث وكل الاوشن وكل الديزرت، كل الحاجات دي كلها مش موجوده في اليونيفيرس، كل ده اصلا موجود على الايرث، والايرث موجود فيه كمان اذر بلانت، كل ده موجود فين؟ موجود في اليونيفيرس، الكون اللي احنا عايشين فيه. يبقى الاكزامبل على الايكو سيستم او الفيري لارج ايكو سيستم هو مين؟ اليونيفيرس. قال لي اني ايكو سيستم كونسيست اوف تو مين components، قال لي which are ممكن يكونوا ايه؟ اي ecosystem من ده كله لازم يكون فيه living organism، قلنا زي البلانتس، قلنا زي البلانتس وزي الالجي وزي الفانجس، يبقى كل دي example على living organism، البلانتس والفانجي والالجي والانيمالز طبعا كلنا ايه عارفينها، دي كلها example على living organism. طيب دي كلها بتكون ممكن موجوده في الايكوسيستم. طيب ايه كمان non living things زي ايه؟ قال لي زي الاير، زي السويل، ادي ديت عندي السويل، وطبعا كلنا عارفين الووتر، يبقى انا عندي تاني ايكو سيستم، قال لي في منه سمول وفي منه لارج وفي منه الفيري لارج. طيب الايكو سيستم كونتينز يحتوي على ليفنج اورجانيزم، وقلنا زي البلانتس وزي الفانجي وزي الالجي وزي الانيمالز. طيب وفي نون ليفنج ثينجز زي الاير والسويل والووتر. طيب يجي هنا مثلا يقول لي كومبليت الايكو سيستم از كلاسيفايد according to size space with space and space all small will large will very large. يقول لي complete space is example of small ecosystem، يبقى عندي الووتر بوند. طيب ايه كمان من الايكوسيستم بس يكون large؟ يبقى عندي الفورست والديزرت والاوشن. طب هنا انا لو عندي island، قال لي ديت تعتبر ecosystem؟ قال لي اه طبعا، فيها living organism، اه لقيت فيها هنا الايه الجرين بلانتس، وفيها اكيد في هيومن هنا واكيد في انيمالز. طيب وفي كمان ووتر، يبقى نون ليفنج ثينجز موجود، في سويل، في الاير. طيب والليفنج اورجانيزم اللي عايشين فيها لاقيين الفود بتاعهم وعايشين طبيعي فيها، يبقى اذا دوت ايكو ايه سيستم. تعالوا بقى نشوف فيديو عن الايكو سيستم. Well, an ecosystem is an environment where living and non-living things interact. An ecosystem is an outdoor environment. Now, we just said that in an ecosystem, living and non-living things interact with each other. You might be wondering, what are some examples of living and non-living things that interact in an ecosystem? Well, living things like animals and plants interact with the non-living things outside, like the weather and soil. Together, they make up a very special place called an ecosystem. Here's the thing about ecosystems. They can be small, medium, or large. It all depends. Just as long as it's an environment where living and non-living things interact with each other. For example, this puddle is an ecosystem. Yeah, it's just a small puddle, but it's an environment where living and non-living things interact with each other. This little puddle is an ecosystem. It's a very small ecosystem, but it's an ecosystem. Here is a larger ecosystem. It's a rainforest biome. It's a much larger ecosystem than the puddle, isn't it?
There are many different living and non-living things that interact in this environment. It is an ecosystem. Larger still is the whole Earth. Scientists consider the Earth to be one large ecosystem. So an ecosystem could be as small as a puddle, or as large as a biome, or even as large as the whole Earth. To make things as simple as possible, we're going to focus on the ecosystems found at the biome level. So it's larger than a puddle, but not as big as the whole Earth. That way, we'll learn how ecosystems work and how living and non-living things interact with each other. Alright, you know what time it is. Let's learn some ecosystems. Yeah, it's going to be awesome. Hey, Charlie, good job, by the way. Good job. The first ecosystem we are looking at today is the desert ecosystem. The desert ecosystem is found in the desert biome. The ecosystem in the desert biome receives very little rain. The desert biome is incredibly dry. That makes the desert ecosystem unique. The animals and plants in the desert have adapted to survive without standing water or much rain. Some animals actually keep water in their bodies to survive. Other animals get water from the food that they eat. A plant people think of when they think of deserts is the cactus plant. A cactus has spines that protect it from being eaten by creatures and has a special covering to protect the water that is inside of it so the water doesn't get out. That is the desert ecosystem, a very dry ecosystem. The soil is dry and there just is not much water because there isn't a lot of rain and the plants and the animals have had to adapt. كده احنا شفنا فيديو للإيكوسيستم وشفنا فيه الفورست وشفنا فيه الأوشن وشفنا فيه الديزرت وشفنا فيه كل الإكزامبل على الإيكوسيستم. طيب تعالوا بقى نعرف حاجة كمان. قال لي there are many types of relationships in ecosystem. عايز اشوف ايه هي types of relationship. قال لي مش احنا عايش في الايكوسيستم في living organism. طيب والliving organism دي اكيد في بينهم relationship. مش احنا خدنا last lesson الfood relationship. طيب وان في relation ما بين الanimals ما بين الgreen plants وما بين الanimals والanimals عشان الfood صح. طيب تعالوا بقى نشوف ايه relation هنا موجودة في الايكوسيستم. قال لي في الايكو سيستم قال لي هنلاقي relationship between plants and the soil. في relation ما بين plants وما بين soil. ازاي؟ قال لي plants depend on بتعتمد على soil to absorb water عشان تعمل absorb للwater بتاخد منها الwater زي ما قلنا المرة اللي فاتت وخدنا بتاخد منها salt. تاخد منها salts والwater that is necessary to make their own food عشان تعمل الفود بتاعها عن طريق مين البروسيسز. It is a photosynthesis process. طيب يبقى تاني يبقى الgreen plants في relation هنا ما بين الgreen plants ما بين soil. ليه الgreen plants depend on تعتمد على soil عشان تاخد منها الwater والsalts اللي بيحتاجوا عشان تعمل الفود بتاعها عن طريق الphotosynthesis process. اهوت قال لي الgreen plants بتحتاج السويل علشان دي السويل طبعا بتاخد منها الووتر وبتاخد منها بعض السولتس. يبقى في ريليشن هنا ما بين مين السويل وما بين الgreen plants في. يبقى دي اول ريليشن الريليشن شيب بتوين green plants and the soil. كمان في ريليشن ما بين البلانتس والانيمالز. مش احنا خدنا برضه المره اللي فاتت ان في انيمالز فيد اون green plants زي مين عشان تاخد الفود طبعا بتاعها والانرجي زي مين قلنا زي مثلا الرابت بيفيد اون ايه الكاروت. طيب وخدنا كمان مثلا عندي relationship between ما بين الgreen plants ما بين الانيمالز زي مين قلنا مثلا الشيب فيد اون ايه جراس عندي الرابت فيد اون ايه كاروت. دي كلها في انيمالز كتيره جدا بتحتاج الايه الgreen plants او البلانتس عشان ايه تتغذى عليهم. طيب في يبقى في relation ما بين البلانتس وما بين الانيمال دي موجودة في الايكو سيستم. كمان قال لي في relation between different animals ما بين الانيمالز وبعضها. مش احنا عرفنا المرة اللي فاتت برضو
ان عندي some animals feed on the other animals وجت عشان تاخد طبعا الفود and the energy. طبعا لما تاخد الفود بتاعها زي ما احنا عارفين بالتالي هتاخد ايه ال energy, لان الفود هيحصل له burning وبعد طبعا الفود هيحصل له digest وبعد يحصل له burning عن طريق respiration ويديها ال energy اللي تقدر ايه تتحرك بيها طب وتعمل كل الاكتيفيتيز بتاعها. يبقى تاني في relation ما بين ال green plants والsoil او plants والsoil وما بين ال plants والanimals اللي هي ال animals feed on green plants, وكمان قال لي في relationship ما بين ال A different animals اللي في animals feed on another A animals. هنا مثلا هو عندي deer feed on grass يبقى في relationship هنا ما بين ال animals وما بين ال green plants. عندي هنا مثلا قال لي ال wolf مثلا feed on a rabbit, او مثلا عندي ال lion مثلا feed on deer, كل دول animals feed on another animal يبقى في relation ما بين ال animals وال animals فين في ال ecosystem. يبقى هنا ممكن يجي يقول لي بقى ايه, يجي يقول لي right scientific term very large ecosystem. مين هو ال very large ecosystem؟ هقول هو ال universe. ممكن كمان يجي لي يقول لي give reason ال green plants او ال plants depend on the soil. ليه ال plants depend on the soil؟ اقول له to absorb water and salts to make their own food by photosynthesis process. طيب ممكن كمان يجي لي يجي يقول لي مثلا complete the ecosystem consists of space and space living organism and non-living things. برضو complete ecosystem may be small as space نقول مثلا water bond and large as space أقوله forest and very large as universe. ممكن كمان يجي لي complete يقول لي the ecosystem it is space area أقوله natural area that contains space and space تحتوي على living organism and non-living things. بيقول لي بقى هنا when relationship او في relationship او في reaction ما بين ال living organism الموجودة في ال ecosystem. قال لي ما بين المكونات بتاعة ال ecosystem. طيب لما يكون في reactions او في interaction او في relationship among components of ecosystem R بيكون في ايه في ال ecosystem؟ قال بيكون stable stable state. بيكون ال ecosystem لما يكون في relation ما بين ال animals وما بين ال green plants ما بين ال living organism ما بين ال non living things وكل واحد فيهم بيقدر يعتمد على التاني عشان ياخد الفود بتاعه معتمدين على بعض. طيب يبقى اذا في ال ecosystem هنا في ايه؟ قال stable state حالته ثابته او في balance. طيب لو ال ecosystem بقى في اي خلل في الحاجات ديت قال لي is the balance in the ecosystem. يبقى لو الايكوسيستم في استقرار هسميه ايه؟ قال هسميه stable state. هو في stable state او في balanced. طيب لو مفيش balance هقول له ايه؟ قال لي الايكوسيستم ده يعتبر ساعتها قال لي imbalance او بقول عليه ان في خلل. يبقى تاني لو في reaction ما بين الليفنج اورجانيزم هنا في ايه الايكو سيستم قال لي هيبقى في ستيبل ستيت وهيكون يسمى بيه ايه الايكو سيستم يكون بالانسد ايه ايكو سيستم. تمام. يبقى تاني قال لي وين ذا رياكشن او انتراكشن among the components of ecosystem لما يكون في reaction او في relation ما بين المكونات بتاعه الايكوسيستم قال living organism بتعتمد على other living organism او بتعتمد على non living things في الفود بتاعها وكل الانيمالز موجوده وكل living organism معتمدين على بعض في الغذاء بتاعهم واقول عليه ايه؟ قال هقول عليه stable state. الايكوسيستم دوت في stable state في حاله مستقره. قال الايكوسيستم كمان is called ايه ساعتها is balanced ecosystem. طيب قال لي بقى يعني ايه environmental balance؟ يعني ايه ان الايكوسيستم دوت فيه balance؟ قال لي ده اللي احنا عايزين نوصل له في الانفايرمنت. قال لي الانفايرمنتال بالانس هو it is the balance among او between components of ecosystem. الانفايرمنتال بالانس اللي احنا عايزين نوصل له اللي هو الليسن بتاعنا بيتكلم عليه النهارده قال لي هو عباره عن ايه من definition بتاعه environmental balance. يبقى هو it is the balance among او between components of ecosystem يكون في استقرار او يكون في توازن ما بين الكومبوننتس اوف ecosystem. يعني ايه؟ قال لي مثلا عشان يكون في بالانس في الايكو سيستم لازم يكون مثلا عندي مثلا الانيمالز دي في مثلا انيمالز فيد اون انذر انيمالز يبقى لازم يكون في بالانس ما بين النمبر بتاع مثلا
الولف او التايجر او اللاين مع مثلا النمبر بتاع الرابت او الكات او الحاجات اللي ايه فيد اون انذر. ما ينفعش يكون عدد الولف او عدد التايجر او عدد اللاينز كبير قوي عن مثلا الشيب عن الدير عن الحاجات دي، مش هيلاقي الفود بتاعه. لازم يكون في بالانس ما بين النمبر بتاعهم. كمان مثلا ما ينفعش يكون عندي شيب كتير جدا وما فيش جراس ليهم، لازم يكون في بالانس ما بين مثلا الشيب وما بين الفود بتاعه اللي هو الجراس، يكون في جراس متوفر ليهم. يبقى لازم يكون كل الانيمالز لازم يكون الفود بتاعهم موجود بتوازن معاهم بنفس الكميه بتاعتهم عشان يقدروا ان هم يستمروا. يبقى ممكن يجي لي هنا what is the mean by of environmental balance or it is the balance among or between components of ecosystem او what is the mean by balance between components of ecosystem. هقول ايه ال environmental. طيب قال لي هنا في فاكتورز، قال لي افكتنج او بتاثر على ايه بقى، قال لي بتاثر على الانفايرمنتال بالانس. في شويه فاكتورز طبعا احنا البالانس مستمر في الايكو سيستم الا لو حصل بعض الفاكتورز بتسبب ايه بقى، قال لي بتسبب ديستيرب او هارم للانفايرمنتال بالانس. تاني عايز اشوف ايه هي الفاكتورز اللي بتعمل هارم او بتعمل ديستيرب للانفايرمنتال بالانس، بتخلي بيه الانفايرمنتال بالانس الموجود. انا لو عندي ذات ايكو سيستم وفي بالانس تمام جدا والنمبر بتاع الانيمال زي النمبر اوف مثلا الانيمالز اللي بتعتمد على الفود بتاعها زي الكميه الجرين بلانتس كلهم مناسبين لبعض وكل الفود متناسب وكله متوفر، ايه اللي ممكن يحصل يخلي مفيش بالانس يخلي بالبالانس الموجود؟ قال لي في تو فاكتورز. اول فاكتور هتكلم عليها قال لي الناتشرال تشينجز، قال لي ممكن يحصل ناتشرال تشينجز في مثلا الويذر، يجي مثلا هيفي رينز، يجي مثلا هيفي او هاي، او يجي مثلا هيفي او هاي رينز، او يجي مثلا فلود، او يجي مثلا سترونج ويند تبقى شديده جدا، ريح شديده جدا، او عواصف او اي حاجه بتسبب تعمل تشينج في الويذر عندي. فبالتالي كل الليفنج اورجانيزم اللي كانت عايشه مستقره يبدا يحصل لها حاجه اسمها اكستنشن. قال لي زي ايه؟ قال لي حصل الكلام ده زمان جدا ايام ما كان في ديناصورز وكانوا عايشين في الايكو سيستم وكان الايكو سيستم كمان فيه بالانس، ولكن حصلت بعض الناتشرال تشينجز. الناتشرال تشينجز دي كانت قويه جدا لدرجه ان خلت الديناصورز يحصل له ايه ديسابير او يحصل له اكستنشن. قال لي بص، قال لي الناتشرال تشينجز دي ممكن توصل لايه؟ ان ديسابيرنس اوف سام اورجانيزم، ممكن بعض السام اورجانيزم يحصل لها ديسابير تختفي خالص زي الديناصورز. قال لي هو زي الايه؟ الديناصورز حصل له اكستنشن. طيب ايه كمان؟ قال لي ممكن نتيجه الناتشرال تشينجز دي يحصل ان في appearance of other organism، في اورجانيزم تانيه تظهر. يعني مثلا هنا الاريا مثلا دي كانت مثلا ما بيعيش فيها مثلا بيردز. طيب يجي مثلا ناتشرال تشينجز تخلي الايكو سيستم ديت تتغير خالص الصفات بتاعتها وتبقى مناسبه ان يعيش فيها البيردز او يعيش فيها مثلا الان بعض الانيمالز، فيظهر بعض الانيمالز تبدا تعيش فيها فيحصل appearance of a some other organism and disappear of other a organism. طب وعرفنا ممكن يحصل disappear لسام اورجانيزم زي ايه؟ قال زي الهيوج ديناصورز لما اختفى زمان. طيب عندي كمان appearance of ايه other organism، يظهر لي organism جديده. وممكن كمان قال لي natural changes دي تسبب ايه؟ قال لي environmental imbalance. بالتالي طبعا هيحصل imbalance لما يكون الايكو سيستم كان مستقر ويحصل عليه بعض ال changes اللي تغير من الصفات بتاعته خالص، هتخلي حاجات يحصل لها extension او حاجات يحصل لها disappear بعد الاورجانيزم وبعد الاورجانيزم يظهر، يبقى حصل في البالانس في ال environmental ايه؟ قال لي يحصل له فيه imbalance، يبقى environmental ايه؟ imbalance. يبقى تاني في فاكتورز افكتنج بتأثر او بتعمل هارم او ديسترب زي انفايرمنتال بالانس. مين اللي بيأذي الانفايرمنتال بالانس او مين اللي او ممكن يقول لي فاكتورز ليدنج تو انفايرمنتال امبالانس، ايه اللي يودي للانفايرمنتال امبالانس؟ مفيش توازن ليه؟ قال لي ممكن اول حاجه الناتشرال تشينجز. طيب ايه اللي بينتج عن الناتشرال تشينجز؟ قال لي ممكن يحصل ان في disappear of some organism and appear some organism، في حاجات هتظهر وحاجات يحصل لها disappear، وكمان ده ممكن يؤدي لل environmental imbalance. طبعا دي صورة تخيلية كده للهيوج ديناصورز اللي حصل له extension. طيب قال لي كمان الفاكتور نمبر 2 اللي يؤدي لل imbalance، قال لي some human activities، بعض الاكتيفيتيز اللي احنا بنقوم بيها ممكن تؤدي لل imbalance في الايكو سيستم او في الانفايرمنت. قال لي زي ايه؟ قال لي اول حاجه cutting down of trees، ان احنا نعمل cutting down للtrees. هنا مثلا عملنا cutting downs، عملنا cutting للtrees بكميات كبيره جدا في مثلا الفورست. طب ما الفورست دي مش كان في بعض البيردز او بعض الانيمالز بتعيش على التريز دي
بتعيش on the tree. طيب لما قطعتهم هتلاقي الشلتر بتاعها، هتلاقي المكان اللي كانت بتعيش فيه يبقى فقدت الشلتر، وكمان ممكن تكون فقدت الفود بتاعها، وبالتالي ايه اللي هيحصل فيها؟ الانيمالز دي ممكن يحصل لها disappear ويحصل لها انها ايه and die. يبقى تاني نتيجة ان cutting، ان احنا عملنا cutting لي ال الحاجات اللي في الفورست هنا، عملنا ايه؟ قال لي كده في birds او في animals او في living organism اتضرت جدا، فقدت الشلتر بتاعها وفقدت الفود بتاعها. طيب هتحصل فيها ايه دلوقتي؟ هيحصل لها ايه؟ قال لي محصل لها die، ممكن تموت، ويحصل لها وبالتالي disappear، وبالتالي يحصل في environmental هنا يبقى ايه؟ قال لي يبقى في imbalance. قال لي كمان burning of forest، ممكن يعملوا بيرنينج للفورست بدل ما هم يعملوا كاتنج داون، عايزين مثلا يفضوا جزء كبير من الفورست مثلا يستغلوه في اي حاجه، فيعملوا بيرنينج للفورست دي ويتخلصوا منها. يبقى بالتالي لما عملنا بيرنينج للفورست حصل بيرنينج فيها، يبقى حصل تشينج في الانفايرمنت، وبالتالي في بيردز كانت بتعيش في الفورست ديت، وفي بعض الانيمالز، وفي حاجات كثيره اتغيرت في الفورست هنا، وبالتالي الانيمالز او الليفنج اورجانيزم اللي عايشه فيها فقدت الشيلتر وفقدت الفود بتاعها، وبالتالي ممكن يحصل لها ايه؟ disappear and die، وتختفي خالص من الانفايرمنت هنا. طيب ايه كمان؟ قال لي من الحاجات اللي احنا ممكن نسببها الهيومن، قال لي polluting of environment، نتيجة طبعا البليوشن اللي بينتج من طبعا عندي الكارز اللي بنركبها والفاكتورز بتطلع سموك كتير جدا، وفيها بعض التوكسيك جازز اللي بتضر الانفايرمنت، وبالتالي بيحصل ايه؟ قال لي بيحصل imbalance او بيحصل harm للانفايرمنت. يبقى كمان قال لي البليوشن او البليوتنج polluting in the environment، في اشكال كتيرة جدا للبليوشن، وطبعا اكتر حاجة بنعمل بليوشن للاير مثلا عن طريق السموك اللي بيطلع من الفاكتورز او البرنينج للفيول اللي جاي من الكارز واللي جاي من الفاكتورز، كل الحاجات دي بيطلع منها سموك بيضر الانفايرمنت. وفي كمان طبعا اي اشكال من اشكال البليوشن ده بيضر بيه الانفايرمنت وبيسبب امبالانس. قال لي كمان ممكن الايرودنج اوف سايل، قال لي ايرودنج اوف ذا سايل، قال لي ممكن بعض الناس يشيلوا الجرين بلانتس الموجودة هنا عشان يبنوا عليها، عشان يبنوا على الايرث دي، او علشان مثلا يستغلوها في حاجات تانية غير ان هم يكون فيها جرين بلانتس، وبالتالي دوت بيعمل ايه؟ قال لي بيعمل امبالانس، لان في هنا ليفنج اورجانيزم بتكون عايشة في السايل دي، نتيجة الليفنج اورجانيزم سوري نتيجة الايرودنج اوف ذا سايل الليفنج اورجانيزم دي فقدت الشلتر وفقدت الفود بتاعها، وبالتالي ممكن يحصل لها disappear. يبقى كده عرفت عندي انه في factors affecting بتأثر على البالانس، بتسبب imbalance للانفايرمنت. قلت عندي nature changes وعندي main interference، قال لي زي بعض الاكتيفيتيز بتاعة الهيومن، cutting down trees and burning of forest, polluting environment and eroding of the soil. كل الاكتيفيتيز دي lead to تؤدي للايه؟ قال لي disturbance of environmental balance. طيب ممكن بقى يقول لي هنا what happened cutting down of trees، هقول له اوكي disturbance in the environmental balance will take place، أو ممكن أقول له lead to environmental imbalance على طول. طيب ممكن كمان يقول لي برضو what happen natural changes take place through ecosystem، إيه اللي هيحصل لو حصل natural changes في الإيكوسيستم؟ هقول له it is lead to environmental imbalance وكمان causing disappearance of some organism and appearance of other organism. ممكن برضو يجي لي give reason ويقول لي the change of nature conditions causes environmental imbalance. ليه nature changes بتؤدي environmental imbalance؟ or because that causes disappearance of some organism and the appearance of other organism. برضو give reason يقول لي the extinction of dinosaurs in ancient eras. أقول له due to the change in natural conditions in ecosystems that causes the disappearance of dinosaurs. طيب ممكن برضو يجي يقول لي give reason disturbance may occur in environmental balance. أقول له due to natural changes and man interference. ممكن برضه يجي لي right scientific term يقول لي the phenomena that occurs تاني أو يجي يقول لي مثلا the phenomena that had occurred to dinosaurs in ancient eras due to the change in natural conditions. دوت كانت ايه؟ أقول ده اللي هو الاكستنشن. طيب ممكن برضه يجي يقول لي example of living organisms that disappear due to the disturbance of environment. اقول له دوت مين الاكزامبل اللي حصل له disappearance بسبب ال disturbance of environmental balance؟ اقول له دوت مين؟ الديناصورز.
طيب هنا بقى عايزة أعرف إيه هي الـ factors that keep the environmental balance، إيه الحاجات اللي بتؤدي أو بتحافظ على الـ environmental balance؟ قال في two factors، أول factor هو الـ predation. طبعًا الـ predation اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وبيقول لي the effect of predation on environmental balance. إحنا عارفين الـ predation واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وقلنا الـ predation هي food relationship between two living organisms. One living organism devours another living organism. والبريديشن بيكون فيها براي اند بريديتور. طيب قال لي البريديشن مهمه جدا عشان تحافظ على الانفايرمنتال بالانس. قال لي ليه؟ قال لي البريديشن اورجنايزز ذا نمبر اوف بريز بوبوليشن. قال لي ليه؟ ليه بينظم النمبر بتاع البريز في في الانفايرمنتال بالانس؟ قال لي لانه النمبر اوف براي ويل انكريز The number of preys will increase to an extent that available food resources. يعني ممكن النمبر بتاع البري يفضل يزيد عن الحد المتاح للفود بتاعهم الفود resources and become insufficient for preys. بيبقاش كمان كافي او in enough for preys. طبعا عندي مثلا في الايكو سيستم في بيكون في animal devour another animals. طيب وفي animals بتكون ايه feed on ايه؟ قال لي الجرين بلانتس. طيب انا لما يكون مثلا عندي الانيمالز اللي هي زي مثلا التايجر او زي الولف اللي هي بتتغذى على الانذر انيمال دي، النمبر بتاعها انكريز زاد جدا. طيب بالتالي كده هتخلص على كل اللي مثلا الشيب او كل الدير او كل الحاجات اللي بتتغذى عليها، فلازم يكون في تناسب ما بين النمبر بتاع مثلا البريديتور والنمبر بتاع البري، لان البريديتور لو كتير جدا هيفضل يتغذى على البري وبالتالي البري هتنتهي خالص والبريديتور مش هيلاقي الفود بتاعهم. زي كده اهو قال النمبر اوف Prey will increase to extent that available food resources become insufficient for preys. طيب هنا مثلا لو مفيش، هنا بيقول لي مثلا اللي انا قلته دوت بيقول لي مثلا ايه، انا لو مفيش التايجر او مفيش الولف او مفيش اللاين ايه اللي هيحصل؟ قال لي هو كان بيتغذى مثلا على الدير او على الشيب. قال لي النمبر اوف دير هيفضل increase، هيزيد جدا لان مفيش حاجه مفيش حاجه بتخلصنا منه، هيفضل يزيد الدير مثلا وهي اصلا بتتغذى مثلا على الجرين بلانتس او على الجراس، وبالتالي لما يزيد العدد بتاعها هو the number of prey will increase to the extent that available food resource الفود بتاعهم المتاح زي مثلا الجراس become insufficient، مش هيبقى كافي ليهم او not enough، مش هيبقى كافي ليه الايه الدير الموجودة عندي. طيب وبالتالي هيحصل ايه؟ قال لي في competition appear، في منافسة هتظهر ما بين مين؟ قال لي between prey population so the prey will die، وبالتالي هيفضلوا يتخانقوا على الفود بتاعهم لان الفود مش مكفيهم، وبالتالي في منهم هيحصل له ايه؟ will die because they haven't shelter، لانهم مش لاقيين الشلتر and become a weak، ويبداوا يضعفوا. قال لي the predator help preys and get rid of weak. طب طبعا البريديتور قال لي بيخلصنا من الميم، قال لي get rid of weak and sick members and let the strong one. قال لي بياخد البريديتور بياكل مين؟ قال لي بياخد بيتغذى على الويك او السك، ولكن هيسيب لنا مين؟ قال السترونج القوي. اند طب والسترونج دوت لما هيجي يجيب لي ليفنج اورجانيزم تانيين هيجيب لي ايه؟ قال لي هيجيب لي سترونج برضو ايه؟ members to the population. يعني انا عندي هنا لو في مثلا وولف هيروح مثلا يعمل فيد اون على مثلا الرابت. قال لي الولف هيروح يتغذى على الرابت مين؟ قال لي هيعرف يمسك مين؟ قال لي هيمسك منهم الويك او السك، لكن القوي هيقدر يهرب منه مش هيعرف يمسكه. يبقى البريديتور بيخلصني من البري الويك والسك ويسيب لي بس مين؟ السترونج، عشان يجيب لي افراد بعد كده منهم برضو ايه يكون سترونج. يبقى تاني قال لي ذا افكت اوف بريديشن، البريديشن مهم جدا. ليه مهم؟ يعني انا عندي هنا مثلا لو في الايكو سيستم بتاعي قال لي الكات ديسابير، اختفت خالص الكات، ايه اللي هيحصل؟ قال لي الكات فيد اون ايه؟ ذا ريت. طيب بالتالي الريت مش هيلاقي اللي ايه؟ اللي ياكله ويخلصنا منه، هلاقي ان النمبر اوف رات ايه انكريز، هيفضل يزيد النمبر بتاع الريت ويبدا الفود بتاع وهيبدا يحصل كومبيتيشن ما بين الريت عشان ياخدوا الفود بتاعهم ويبدا يفقدوا الشلتر ومش يلاقوا الفود والفود يكون نوت انف مش كافي ليهم. طيب لكن لو عندي الكات قال هتبدا تخلصني من الايه؟ من السيك اند ويك ريت، تبدا تتغذى على الريت فتخلي النمبر بتاع الريت مناسب للفود بتاعهم ويكون في بالانس في الايه في الايكو سيستم.
هنا مثلا اللاين فيد اون دير، طيب بتغذى على دير. طب لو الولف او اللاين اختفى خالص من الانفيرومنتال بالانس، ايه اللي هيحصل؟ الدير مش هتلاقي ايه حد ياكلها، وبالتالي النمبر بتاعها هيفضل يظل ايه انكريز. طب ما الدير اصلا دي كانت فيد كانت فيد اون جراس، وبالتالي لما النمبر بتاعها يزيد جدا نمبرز اوف براي هيفضل يزيد يزيد، وبالتالي هيفضل يخلص كل الجراس الموجود دوت، وبعد كده الدير مش هيلاقي الفود بتاعهم، وهيبقى الفود بتاعهم نوت انف، وكمان يبدا يحصل ما بينهم كومبيتيشن، يبدا يتخانقوا على الفود، ويبداوا ممكن بعض الدير ما يلاقيش الفود بتاعه ويحصل له داي. طيب لو موجود بقى اللي هم الكارنيفورز زي مثلا اللاين والتايجر والحاجات دي، قال لي هتبدا فيد اون ذا دير، تتغذى على الدير، فتخلى تقلل لنا شويه النمبر اوف دير، وبالتالي هيكون في ايه؟ قال لي في انفايرمنتال ايه؟ بالانس. يبقى تاني ذا افكت اوف بريديشن اون انفايرمنتال بالانس، قال لي ان هو بيعمل اورجنايز للنمبر اوف بري، بينظم النمبر اوف بري بوبوليشن. طيب اف وير اف ذير وير نو بريديتور، هنتخيل لو مفيش بريديتور. طيب ايه لو مفيش بريديتور ايه اللي هيحصل؟ قال النمبر اوف بري ويل انكريز، هيفضل يزيد اند تو اكستنت، لحد ان افيلبل فود ريسورسز بيكام انسفيشنت او نوت انف. طيب اند كومبيتيشن بيرز بتوين البري، هيفضل يظهر كومبيتيشن ما بين البري بوبوليشن. سو ذا بري ويل داي، هتموت، بيكوز ذي هافنت شيلتر اند بيكام ويك، وتبقى ويك ومش لاقيه الشيلتر بتاعها. طيب ذا بريديتور هيلب بري ان جيت ريد اوف، والبريديتور كمان بيساعدنا ان احنا جيت ريد اوف، نتخلص من الويك والستيك ممبرز اند ليت، ويسمح بس للسترونج وانز ريبروديوس، اللي يعمل لي ريبروديوس لمين؟ قال لي السترونج ممبرز تاني في البوبوليشن. يبقى عندي السترونج هو اللي موجود، والويك والستيك البريديتور خلصني منه. بيقول لي هنا ايه ممكن يجي؟ وات هابن اف، what happen if there were no predator in ecosystem، ايه اللي هيحصل لو مفيش predator في الايكو سيستم؟ قال لي طبعا the number of prey will increase to extend that available food resources become insufficient for preys and the competition appear between or among preys populations so the prey will die because they haven't shelter and become weak. طيب ممكن يجي يقول لي what happen if، تخيل كده معايا لو انا عندي ايلاند وفيها رابط، والرابط النمبر بتاعها فضل يزيد جدا، ومفيش انيمس، مفيش اي حاجه تاكل الرابط دي، ايه اللي هيحصل؟ يجي يقول لي what happen if introducing rabbit to the island with no natural enemies، مفيش natural enemies، مفيش اعداء ليها، مفيش حاجه، مفيش predator يتغذى على الرابط، ايه اللي هيحصل؟ قال لي the number of rabbit increase، النمبر بتاع الرابط اكيد هيفضل يزيد، so the food resources become insufficient او not enough، والفود مش هيكون كافي للرابط for them and the sleep، ده هيؤدي لايه؟ للcompetition ما بينهم and ايه؟ this، وطبعا هيسبب ايه؟ environmental imbalance. يجي برضو هنا يقول لي give reason the predation relationship play an important role in keeping the balance of ecosystem، ليه البريديشن بيلعب دور مهم في الحفاظ على الايكو سيستم يكون balance. قال لي هنقول له because the predation relationship organize the number of prey population. طيب ممكن يجي لي كمان هنا what happen، يقول لي what happen absence of بري ان ذا ايكو سيستم، لو اختفى البري من الايكو سيستم، هنقول اي حاجه يحصل اختلال في حاجه تؤدي للايكو سيستم، من اي حاجه يفقدها من الحاجات اللي بتساعد على البالانس، هقول له اوكير انفايرمنتال امبالانس ويل اوكير. يبقى لو غابت البري من الايكو سيستم قال لي هيحصل انفايرمنتال امبالانس، يبقى انفايرمنتال امبالانس ايه؟ ويل اوكير. طيب لو جه قال لي برضه وات هابن بريز دونت فايند the food and the shelter through ecosystem، لو البري مش لاقيه الفود ومش لاقيه الشيلتر في الايكو سيستم، ايه اللي هيحصل؟ هقول له competition take place، هيحصل competition between breeds to get food، عشان ياخدوا الفود and the shelter and this causes their death. برضه ممكن يجي يقول لي what happened there is no predator in ecosystem، لو مفيش predator في الايكو سيستم، هقول له number of prey increase and the food resources become insufficient or not enough for breeds leading to the competition between breeds so that or so they will die. طيب ممكن برضه يقول لي what happened herbivorous is rabbit decrease in the environment، لو الهيربيفرس اللي هي زي الرابت حصل لها decrease، النمبر بتاعها decrease، هقول له برضو هيحصل ايه؟ قال لي competition appear between predators that feed on الهيربيفرس so the number of predators will decrease، وده هيؤدي برضو اهم حاجه للايه؟ environmental imbalance. طيب برضو يقول لي give reason competition may appear between prey or populations in the ecosystem، هقول له due to the food resources not enough for prey
برضو give reason predator are useful for the prey population. ليه البريديتور ممكن يكون مفيد للبري population؟ هو because they help prey to get rid of weak and sick members and let the strong one reproduce adding strong members to population. برضو give reason predation relationship قلناها قبل كده ليه هو ليها دور important role. هقول له because the predation organize the number of prey of population prey population. طيب الفاكتور نمبر 2 بقى اللي بيؤدي الى الانفايرمنتال بالانس اللي بيحافظ على الانفايرمنتال بالانس هو السابروفاتيزم. ايه هو السابروفاتيزم؟ قال ذا افكت اوف سابروفاتيزم ذا انفايرمنتال بالانس. تاثير السابروفاتيزم في الديكومبوزرز بتعمل ايه؟ قال لي بتعمل اللي بتعمل ديكومبوزنج ليه فاكرين الديد بوديز اند الايه الفود ريمينز بقايا الفود او الديد بوديز بتبدا تعمل عليها ديكومبوزنج بتعمل ديكومبوزنج على قلنا الفود ريمينز او الديد بودز بتخلصنا منهم. طيب قال لي هنا السابروفاتيك اورجانيزم او الديكومبوزرز مهمه للانفيرمنتال بالانس. قال لي ليه؟ قال لي لانها جيت ريد اوف لسايلين جيت ريد اوف بتخلصنا من البودز اوف ديد اورجانيزم اند باي ديكومبوزنج زم. ليه؟ لانها بتتغذى عليهم وبتبدا تحللهم. قال لي كمان لما تعمل ديكومبوزنج ليهم بتبدا تتغذى عليهم. قال لي بتعمل ايه؟ ريسايكلينج ذا كيميكال اليمنتس فاوند ان ذا بودز. قال لي اي بادي الليفنج اورجانيزم بيكون فيه كيميكال اليمنتس فيه اليمنتس مهمه جدا زي السلفر زي النيتروجين زي الكربون دي موجوده في البادي بتاعه. لو مفيش سابروفاتيك اورجانيزم او ديكومبوزرز مش هتعمل ديكومبوزنج عليها وبالتالي هيفضل الاليمنتس دي محبوسه جوه الديد بادي ومش هنحصل عليها تاني لان الاليمنتس دي مهمه جدا انها ترجع تاني للسويل للتربه وبالتالي الجرين بلانتس بيحتاجها عشان يعمل الفوتوسينثيس بروسيس وبالتالي احنا ان احنا فيد اون ذا جرين بلانتس وتوصل للبادي بتاعنا فجسمنا يستفيد بيها. فتاني لو ليفنج اورجانيزم ديد ليفنج اورجانيزم لو ما حصلش ديكومبوزنج ليها ورجعت تاني الالمنتس اللي جوه البادي دوت للسويل تاني عشان ناخدها الجرين بلانتس واحنا ناكل الجرين بلانتس فالالمنتس ترجع للبادي بتاعنا ونستفيد بيها لو مش وصلت للسويل تاني بالتالي هيفضل محبوسه في الجسم بتاع الديد بادز ومش هنستفيد بيها والالمنتس دي هتنتهي من اون ذا اير ومش هنلاقي ايه الالمنتس دي تاني وهنفقد الحاجات ديت فلازم نرجعها تاني للسويل عشان الجرين بلانتس تاخدها وبعدين احنا نتغذى عليها فناخد الاليمنتس دي تاني. فهي بتعمل الدور المهم جدا ده انها بتعمل ايه؟ قال لي اولا جيت ريد اوف بتخلصنا من الديد بودز وكمان بتاخد الاليمنتس منها بترجعها للسويل تاني تعمل ريسايكلينج للكيميكال اليمنتس فاوند ان ذا بودز اوف ديد اورجانيزم. زي مين؟ قال لي زي الكربون زي النيتروجين زي السلفر تو ذا انفايرمنتال تو تيك اذر ليفنج اورجانيزم بينفيتس فروم ات. قال لي ليه؟ قال لي علشان تخلي ليفنج اورجانيزم بينفيت فروم ذم تخلي ليفنج اورجانيزم يستفيدوا ايه منها. طيب وبالتالي قال لي السابروفايتس دي او ديكومبوزرز ار ذا بيسموها guards of natural. يبقى تاني give reason السابروفايتس are the guards of natural. ليه هي تسمى بحارسة الطبيعة؟ هقول بيكوز لأنها get rid of بتخلصنا من dead bodies organism by decomposing them and recycling the chemical elements بترجع لي الكيميكال elements الموجودة في البادز بتاعهم أو في الديد بتاعت الديد organism ترجعهم لي تاني. زي مين الاليمنتس ديت؟ قال لي زي الكربون زي النيتروجين زي السلفر ترجعها تاني للانفايرمنت اند تو ميك اذر ليفنج اورجانيزم بنفيت فروم زيم عشان احنا تاني نرجع نستفيد ايه منهم. يبقى تاني هنا قال لي سابروفاتيك اورجانيزم زي البكتيريا زي الفانجي وعرفنا انه من انواع الفانجس هنا مين فاكرين المشروم ديد بادي اوف ليفنج اورجانيزم في ليفنج اورجانيزم داي وبالتالي بدات ايه اللي حصل عليه؟ قال لي جه الديكومبوزرز او السوبروفاتيك اورجانيزم بدات تيجي على البادي بتاعه وبدات تعمل عليها ديكومبوزنج وترجع تاني الاليمنتس اللي جوه البادي بتاعه تفككها وترجعها تاني للسويل وثبت لي هنا ايه شايفين ثبت لي السكلتون بتاعه اهوت ولكن كل البادي بتاعه عملت له ديكومبوزنج ورجعته تاني للسويل. تمام. طيب بيقول لي what happen if saprophytes disappear from natural. لو مختفت السابروفايتس او decomposers دي من الناتشرال ايه اللي هيحصل؟ قال لي the earth will covered by wastes. الارث كلها هتتغطى بالwastes والfood remains وبالdead bodies اي body يحصل له die قال لي هيفضل موجود حوالينا ومش هيتخلص منه and food A remains. يبقى تاني السابروفاتيك اورجانيزم هي اللي بتعمل تخلصنا من الwastes بتخلصنا من الdead bodies بتخلصنا من الfood remains وترجعها تاني للsoil الالمنتس بتاعتها ايه الطبيعيه تاني عشان احنا نرجع تاني نستفيد. طيب بيقول هنا ايه هي البنفيتس اوف سابروفاتيك اورجانيزم. قال لي ممكن استفيد كمان من السابروفاتيك اورجانيزم في بعض الاندستري. هنا بيقول لي وات ار
industries which depend on the subprofitism relationship. بعض الاندستري بتعتمد على السبروفاتيزم او بتعتمد على الديكومبوسترز او السبروفاتيك اورجانيزم في تصنيع بعض الحاجات. تعال نشوف بقى هنا. قال لي زمان كان بنفيت فروم سبروفاتيك اورجانيزم ان مين اندستريز ساتش از زي قال لي الفود اندستري. بعض الفود اندستري بيحتاج فيها سبروفاتيك اورجانيزم او الديكومبوسترز. قال لي زي ايه؟ قال لي الاندستري اوف تشيز. قال لي هنا ان ميكينج تشيز بحتاج ايه؟ قال بحتاج ديكومبوسترز او سبروفاتيك اورجانيزم بتخش في تصنيع مين؟ بعض التشيز. كمان قال لي اندستري اوف بريد بتحتاج برضو بعض انواع السبروفاتيك اورجانيزم في الميكينج. يبقى عشان اعمل ميكينج للبريد بحتاج برضو مين؟ قال لي السبروفاتيك اورجانيزم. كمان قال لي اندستري اوف يوجرت بحتاج بعض تايبس اوف ايه؟ السبروفاتيك اورجانيزم او بعض الايه؟ التايبس اوف فانجس. يبقى تاني انا بستخدم هنا قال لي السبروفيتيك اورجانيزم في بعض الاندستريز زي ايه؟ قال لي زي مين كان بنفيت فروم سبروفيتيك اورجانيزم ان بعض الاندستريز. قال لي زي ايه؟ قال لي زي الفود اندستري زي التشيز. قال لي بيخش في الميكنج اوف تشيز. قال لي تايبس اوف ايه؟ سبروفيتيك اورجانيزم. دي طبعا عندي التشيز. كمان قال لي ميكنج اوف بريد بيخش برضو فيها التايبس اوف سبروفيتيك اورجانيزم. وكمان قال لي ميكنج يوجرت برضو بحتاج السبروفيتيك اورجانيزم والفينجر وميكنج اوف الكحول. يبقى قلنا making of yogurt, making of vinegar, and making of alcohol, we making of bread. بنحتاج فيها كل ده سبروفيتيك اورجانيزم. طيب قال لي كمان بستخدم السبروفيتيك اورجانيزم في بعض الانتيبيوتكس او بعض الميديسنز او عموما في الدراجز اندستري صناعه الايه؟ الميديسنز او الانتيبيوتيك او الدراجز اندستري كلها دي بنحتاج فيها برضو سب تايب اوف سبروفيتيك اورجانيزم بتخش فيها. كمان قال لي بيبقى تاني في ميكنج اوف ميديسن او الانتيبيوتكس بحتاج فيها ايه؟ قلت بحتاج فيها السبروفيتيك اورجانيزم. قال لي كمان ان ليزر تانينج اندستري. قال لي عشان اعمل تانينج لبعض انواع الليزر بحتاج فيه مين؟ قال لي برضو تايبس اوف سبروفيتيك اورجانيزم. طبعا ديت عشان نعمل ميكنج او نعمل تانينج لبعض انواع الليزر بحتاج مين؟ السبروفيتيك اورجانيزم. طيب ممكن بقى يجي لي هنا شويه اسئله يقول لي رايت ساينتفك تيرم فينومينا ويتش ابير بتوين البريز بوبوليشن ديو تو ذا شورتيج اوف فود ريسورسز ان ايكو سيستم. دي ايه؟ الكومبيتيشن. طيب كمان يقول لي ريليشن شيب ويتش هيلب بريز بوبوليشن جيت ريد اوف ويك اوف سيك ممبر. دي ايه؟ هقول دي البريديشن. كمان يقول لي اورجانيزم ويتش كلين ذا ايرث سيرفيس فروم ديد بادس. هقول له دي ايه؟ دي السبروفاتيك او السبروفاتيزم. طيب يبقى دي ريليشن السبروفاتيزم. بس هنا قايل لي اورجانيزم عايز مين هي الاورجانيزم؟ يبقى السبروفاتيك اورجانيزم. طيب ممكن كمان يجي لي جيف ريزن يقول لي سبروفاتيك اورجانيزم ات از كونسيدرد تعتبر فيري امبورتنت فور ايكو سيستم. اقول بيكوز دي هيلب ان انفيرمنتال جيت ريد اوف ديد بادز اند ريسايكلينج ذا كيميكال اليمنتس ان ذا ديد بادز تو ذا انفيرمنت. Two other organisms benefit from them. كمان يجي لي what happen يقول لي saprophytes as bacteria disappear from earth. لو اختفت من فوق من على الارث كلها ايه اللي هيحصل؟ اقول له the earth surface will cover هتغطى بالديد bodies and the chemical elements found in dead bodies will not recycle to the environment. مش هتيجي لي environment تاني. طب what happen chemical elements aren't recycled by saprophytic organism؟ ايه اللي هيحصل لو الكيميكال elements مش هترجع تاني لل ecosystem؟ هقول له other living organism can't get benefit from these elements. وكده نبقى خلصنا الليسن بتاعنا النهارده، وكده بقى خلصنا اخر ليسن في grade 5.